كلامك صحيح اللي قلته بالحق، ولكن انا والله نحكي اللي في صندوقي فوقي. كيفاش تحب نعبر لك بالفرنسي باش تفهمني ولا بال ما باش نكلمك بلغتنا اللي يفهمها الشعب الكل؟ علاش باش نقعد نعمل في طاوله وكراسي ونعمل لك في مقدمه بتاع ابن خلدون باش تفهم انا جوابي؟ يعني فهمت. خلينا نحكي المنظر الجريدي بالحق، عامل سكسيات رهيبه راك بالحق اختلع. باش نكمل شويه في المعنى، معناتها كي نقولوا يا نجوم الليل جوابات يوم يوسف ساري بنت حلال عالم غريب يا عم علي، انت صانع نجوم، لانه فما اغاني صنعت كارير والاغاني اللي ماك تعرف ساعات واحد كيعمل اغنيه ناجحه الاخرى حتى كان خايبه تنجح، معناتها بالحق اغلب اللي تعاملت معاهم بصفه عامه قلت نكري جميل. علاش تقول نكري جميل؟ معناتها شنو تتوقع يعمل الفنان باش يرجع لك الجميل؟ معناتها باري خلصك في غنايه يشكرك في حوار اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ما كانك تحب نوع من التقديس. علاش قلت عليهم نكري جميل؟ مش انت تشري في الشبوكه هنا؟ لا لا، هذايا مثلا نقطه تخالفنا فيها انا وياك دون لو تون. اي على نفس الحكايه. أي. انا دائما ندافع. المره هذه باش نتحاوروا. لا نتحاوروا ولا لا. فوالا انا. باهي. أنا أولاً خويا نوفل باش يجي نهار باش نمشي على روحي كيما الناس الكل. ربي يطول في عمرك. عاشك. أنا ندافع على روحي وقاعد ندافع على قطاع كامل نتاع شعراء وملحنين. ردوا بالكم. راهو مش قاعد ندافع كان على روحي. راني ندافع على الشعراء الكل. راهو ما عندكش مزية كي توقف وتقد. ما انت سميتها تقديس، مش تقديس، هذاك حقي، حقي الادبي والمعنوي، لابد انك تذكرني لاني انا سهرت ليالي، قطعت شعري، هبلت، خسرت ما نعرفش انا، باش انت تغنيها الغنايه ذيك وتنجح بها، كي تنجح بها اضعف الايمان. احنا شنو ناخذوا اخي الشعراء والملحنين؟ ما ناخذوا في شيء قدام الناس اللي تدريب كي ساعات يخلص اكثر منك. في غنايه. الظروف تلزك باش تمد غنايتك هكاك. كي انت ربي نعم عليك ونجحت يا فنان يا مطرب يا عظيم، تنساشك الناس اللي تعبت على خاطرك. هذا انا المقصود. اي دلاجي يوصل الفد مسكين تلمون با مسكين بظفرين، نجحوا العباد بغانيه اللي نهبط يغني ولا يعمل خاطره فد يقول لك اغانيه ناجحه وانا مش لا معروف. لا هنا ما تقارنيش بالدلاجي مع احترامي ليه. عليه. ها باش نقول لك علاش. عمل برشا نجاحات دلاجي. شنو ما سميهم لي انت ترى النجاحات اللي عملهم مصطفى الدلاجي اللي تحكيوا عليه. شنو هما؟ شنو هما؟ عم الشيفور ورقص وفي عم الشيفور تو هذيك باش تدخل للذاكره الشعبيه بتاع الناس وباش معناها الاجيال اللي جايه بعد الطاف وبعد وبعد. سامحني عم الشيفور ولا عم علي فما غنى يمس فما غنى يحرك السواكن. حتى بعد 100 سنة لازمك تسمعوا كأنك تسمع فيه اليوم جديد. أنا شيفور وأنا ربا وأنا واحد مع احترامي لمصطفى الدلاجي راهو شاعر. مش من احترامي بشوية بشوية شاعر ويكتب وكذا، أما عنده ستيل، أما ما عملش الروائع، ما عملش حاجات شو دوفر دخلت الكازيير. ردوا بالكم